من تونس في الركن الأزرق في الركن الأحمر سليم بن حميدة. مباراة كبيرة ياسر ما بين زوج لاعبين ساندا، لاعبين متميزين كالعادة، مفاجآت سعيدة جدا جينا اليوم للتي اف سي. اللاعبة المتميزة لاعبة ام ام اي، لاعبة مريم نجاح بطلة 52 كيلوغرام بحذانا. مرحبا بك مريم. سلام، مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله تكون اللعبة هذه ممتازة، ان شاء الله ربي مع الناس الكل يا ربي. مريم دخلت بعضها شويه ما تجيش تتكلم، مش متعود تتكلم بالمباشر، ادراك الله غالب، لكن نعاودوا هنا ننسيستيو عليها، نقول لها قدم روحك مريم شويه، اش لعبت اش عملت، بعيد على السبور ماتش بعيدة. مريم نجاح لعبه دوليه، ان شاء الله فما برشا جديد، كنت وقاصة على لونترينمون، ان شاء الله ربي معنا الناس الكل. هنا سي وليد ماذا بيه فهمنا علاش العنصر النسائي ضعيف ياسر، ماهوش موجود ياسر في تونس في بالنسبه للامامي. سمعتوها ولا اش قال؟ قال الراي بتاع كوجينا. ها وراك احلام وبعدك من مريم، اسمش يقولوا لك تو ترى؟ ها شو نقول؟ نبدا نحكي بالحق. ما نعرفش العنصر النسائي معناتها في الرياضه هذه ماهوش دايرش معناتها على المستوى العربي الكل، مش كان في تونس بركه. ومعناتها نتمنى ونشوفه معناتها علاش ليه ما نشوفوش معناتها
ما نشوفوش معناتها الظاهرة ذي أنا تتبدل ونولي عنا معناتها علاش لادي شامبيون عرب بنات في الديسبلين دي اللي ما اليوم بالحق معناتها بون فما شكون يعتبر رياضة عنيفة ومعناتها وزايد معناتها أنا الطفلة بشترينا فيه وكا يعني أنت في مخك أنه البنات العنيفة مازمش تكون عنيفة البنية احنا عملوا تشوك هيتشوك هكا اي ريفنك تشوك ريفنك تشوك أنا خانق من الخلف الحكم يزم يكون بحذية هنا جغرا سبميشن شادد شادد هنا ما نعرفش الصاير بالضبط يا وليد ديخ سليب اغلب على كرش اغلب على ظهره على ظهره طلع له ساقي هزو ساقي هزو ساقي حسينا بها تنفس نحلو بروتيج دون بالسياسة go to sleep رقد مباشرة اللعب المفروض ذوب الله ما يرقد يطلع له ثقيه باش يدور الدم يطلع الدم من فوق الاربيتر هنا يزمو يركز أكثر لأنه حسينا به أنه عمل sleep أنه رقد سافا رجع الوعي متاعه ولا بس رجع الوعي متاعه طلع له ثقيه الزوز يطلع على صغير زوز باش تمشي الدم اش بيك سي سي قولي كيما قلنا معناتها فماش علاش باش يريزيستي معناتها في الحركه هذه رينك تشوك معش كيما قلنا جهل تام معناتها بالقتال الارضي صارت معناتها معناتها الحمد لله الحمد لله لاباس عدت على خير كيف كيف معناتها اللي نصور انه دور الحكم زاد لهنا معناتها كان ينجم يتفطر معناتها من الاول خاطر الراجل سيء معناتها يدو ترخفت وسقي ترخفت الحمد لله ربي الضف احنا مباشرة من هنا حسينا بي انه رقد انت هنا باريزيستي فهمت حسينا انه ما يجمش يقاوم ما يجمش يتحرك هنا المفروض ان الحكم يكون متيقن هذيك علاش لي ريفري هنا يزم دائما دي ستاج دي فورماسيون ولازم يكونوا عندهم الباك جراوند نتاعهم عاملين لما ميسي يا وليد وزاد بون ما نمش نكونوا معناتها واضحين زاد كيف كيف ما نرميوش اللوم الكل على الاربيتر نجم يكون نحن خاطر كما قلنا معناتها منظمه جديده اللي زاربيتر اللي عندنا معناتها بون مزيان ان شاء الله معناتها يزيدوا يتحسنوا اكثر تبقينا كان اللاعب ينجم يكون فاطن اكثر ويعرف اللي هو في مرحله الاختار وكان نجم يطابي معناتها عينات زايد كما قلنا ونعاود ناكدوا القتال الارضي راه لازم على الاخر ومش تحسن معناتها مستوى الرياضه هذه ماهوش سترايك بركه راه ماهوش بونيه بركه كما شفنا معناتها عديد المباريات معناتها كيفاش كانت توفى معناتها بعمليه الاخضاع الحمد لله توفيق هنا يوقف اللاعب ماهوش فاهم الوضعيه بالضبط اي هنا دائما نقول احنا الدقيقه الاولى سي وليد لازم تكون جاست نبض المفروض جسناب باش يفهموا بعضهم هذا كوتي استراتيجيك اكثر من كوتي تكنيك باه نورمالمون مع كل لاعب عنده استراتيجي نتاعو وصلوا معناتها صارت عمليه معناتها الاسقاط وخذا معناتها معناتها خذا الخلف وكما قلت لك معناتها هو هذاك هو كل شيء معناتها متوقع في الرياضه هذه وكما قلنا نزيد ناكدوا معناتها انه كما عندك معناتها عندك خلفيه في القتال على الواقف لازم تكون عندك خلفيه في القتال الارضي وباش نتجنبوا معناتها حتى الاشكاليات هذيا معناتها فهمت ربي لطف تو كان ينجم من لولي تابي ما فهمش علاش عينات زايد الحمد لله ديما نقولوا ان شاء الله كل شيء باللطف وكا الحمد لله الحمد لله لا ولا سي وليد يحب يمشي شباب نرى في لي كومونتير ونرى في العبيد هنا عندنا تقريبا 2000 يتبعوا فينا سي وليد علاش تمشي اخويا الناس كل تحب تسمعك وتحب تسمع الافكار نتاعك ولي زيدي وكيفاش يطوروا روحهم العباد نعم كيما قلنا معناتها شنو باش تطوروك تطوروك بالتدريب معناتها ما عندك حتى حل اخر تحاول معناتها تحسن من المستوى نتاعك كاو معناتها وتتدرب على معناتها اسس صحيحه ما تبداش تغفص كاو معناتها مازلنا نتعلموا الناس الكل وكيما قلت معناتها حاجه جديده في تونس نتمنى معناتها نشوفوا معناتها ابطال علاش ليه معناتها صغار كبار بنات معناتها جميع الفئات وجميع الاعمار وان شاء الله ان شاء الله معناتها المستوى ان شاء الله لقدام ان شاء الله شبيك وي وحدنا وائل زقاو جاي هنا ما نعرفش عليه شبي جاي وليد